أربع دول إفريقية ستفتح قنصليات لها في العيون. بعد قرار دولة غامبيا فتح قنصليتها في مدينة الداخلة، فتح عدد من التمثيليات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة سيعزز موقع المنطقة كبوابة المملكة على القارة الإفريقية. اللي كاين اليوم هي واحد الدينامية اللي كتمشي في اتجاه الصحيح، اتجاه الشرعية الدولية، اتجاه الواقع، واللي لا يرفع وهو أن المغرب في الصحراء والصحراء في المغرب. القنصليات ستعمل على تقوية وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والدول الإفريقية، دينامية إيجابية إذن لقضية الصحراء المغربية داخل الاتحاد الإفريقي وفي الاتحاد الأوروبي وفي مواقف الدول المؤثرة لصالح المغرب. أياما فقط توالت الأحداث الإيجابية: قرار جمهورية جزر القمر فتح قنصليتها العامة في العيون، وقبله قرار جامايكا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، حدثان ينضافان إلى قرار جمهورية ليسوتو تعليق جميع قراراتها وتصريحاتها السابقة بخصوص قضية الصحراء المغربية. مرتبط بقضية الصحراء المغربية على مجموعة المستويات. الحدث هو موقف ليسوتو اللي سحبت الاعتراف، الحدث هو موقف جامايكا اللي أكدت عدم اعترافها بهذه الكيان الوهمي. كل هذا ينضاف إلى تصويت الكونغرس الأمريكي على القانون المالي الذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة في الشق المتعلق بالدعم المخصص للمغرب، دينامية لقضية الصحراء المغربية تؤكدها أيضا مصادقة لجنة الخارجية والدفاع في مجلس النواب وبالإجماع على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية بهدف رأب الفراغ التشريعي ضمن مراجعة شاملة للمنظومة الوطنية، وتهم إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بالخط الأساس للمناطق البحرية ما وراء الرأس الأيوبي في طرفاية إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة، على اعتبار بأن منطقة الصحراء ستستفيد من المساعدات الأمريكية مثلها مثل باقي أقاليم المملكة، وهذا في اعتراف بأن لا فرق في صرف المساعدات الأمريكية بين الدار البيضاء والعيون أو الداخلة.